ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. دكتور عبد الحميد، السلام عليكم. في الذكرى 15 للغزو الأمريكي والاحتلال للعراق، كيف تبدو حالة العراق اليوم على مختلف الصعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لجميع المشاهدين الكرام ولكم جميعا في الرافدين. يعني حال العراق لا يخفى على أحد، فهو في أشد حالات البؤس والمأساة، والعراق اليوم أرقامه أرقام قياسية في كل الملفات، أرقام قياسية في السوء وفي الفساد. لا أمن لا أمان، لا خدمات، لا تعليم، لا صحة. المنظمات المستقلة الأممية منها والمحلية تتحدث عن أرقام مخيفة في كل الملفات، كما قلت في كل المجالات. والعراق اليوم ليس فقط وحده من يعاني، بل حتى هذه الآثار السلبية قد باتت قطرا وتنتقل إلى الدول، العديد من الدول المنطقة. وهذه الآثار السلبية إذا استمر الحال على ما هو عليه فإنها يتوقع أن تزداد سوءا. مع أنباء متعددة عن جرائم وانتهاكات كل يوم، كان آخرها ربما مقتل إمام مسجد في الموصل، يعني أين تذهب الحكومة في بغداد بأمن المواطن؟ آخر شيء تهتم به هذه الحكومات وما يتعلق بالمواطن، سواء كان على صعيد الأمني أو خدماته الأخرى. ففي العراق، على أعتاب العراق، بسبب هذا الاحتلال ذبحت ما يسمى بالحرية، وانتهكت جميع المواثيق حقوق الإنسان، وأصبح بديل ذلك الخوف والدمار والقتل والتعذيب. أما هؤلاء فلا هم، يعني أقصد السياسيين، لا هم لهم إلا الحفاظ على مناصبهم التي تتخذ وسيلة لنهب المال العام ولتقديم ولاء الطاعة للمحتل، وأيضا يكونون أداة من أدوات الاحتلال لنهب مال العراق وثرواته. هيئة علماء المسلمين أشارت في بيانها إلى أن العراقيين يسعون للتخلص من واقعهم المأساوي، ما السبيل لذلك؟ يعني جرب العراقيون تحت دعاوى محاولة الإصلاح كما تسمى ومحاولة التغيير، وفي كل مرحلة من مراحل انتخاباتهم يدعو بعضهم إلى أنه هنالك وجوه جديدة وإلى غير ذلك، لكن للأسف ما دامت العملية تقوم على ذات القوانين وتحت رعاية وحماية المجتمع الدولي الذي يراعي ويحمي الفاسدين والمفسدين والمجرمين، لا نتوقع أن يكون هنالك لا إصلاح ولا أي تغيير، وإنما لا بد أن يكون هنالك تغيير جذري. لا بد أن ننظر إلى أساس هذه المشاكل ولا ننظر إلى فقط بعض الآثار. إذا البعض ربما يحاول أنه يقلل من الأصل ويلتفت أو يحاول لفت الأنظار إلى فقط بعض الآثار ويدعي أو يعد بأنه سيغيرها، لكننا نقول وهذه رؤية القوى الوطنية المناهضة للاحتلال والعملية السياسية، أنه لا بد أن يكون هنالك حلا جذريا تغير فيه أسس المعادلة من جذورها. الهيئة أيضا قالت أن الحلول الجزئية والتفصيلية لن تجدي نفعا، ما المقصود بالحلول الجزئية وأيضا ما المقصود بالتفصيلية؟ يعني هذه منذ بداية الاحتلال إلى الآن نحن في كل مرحلة من المراحل نسمع من بعض المدعين الذين ركبوا في قطار هذا المشروع، مشروع الاحتلال السياسي، لأنه ذكرنا سابقا أن الاحتلال له صفحات، وأحد صفحاته هي صفحة سياسية. فهؤلاء الراكبون في هذا القطار، قطار المشروع الأمريكي، يدعون في كل مرة ويؤمنون الشعب بأنهم سيقومون بالتغيير أو الإصلاح أو غير ذلك، لكنهم ما فتئوا يعودون بالبلد إلى الوراء. فالحلول الجزئية أو الحلول الترقيعية هذه بتغيير هذا الوجه، تغيير هذا الوزير مكان ذلك الوزير، تغيير وجه رئيس الوزراء، الاتيان بهذا مكان، هذه كلها أمور تتم داخل صفقة واحدة، وهي أن يحافظ هؤلاء
الذين جاءوا مع الاحتلال الأمريكي أو التحقوا به في أيامه الأولى، هؤلاء جميعهم يسيرون في مركب واحد ويحافظون على وجودهم تحت هذه المظلة. إذا كانت الولايات المتحدة هي من أوجدت العملية السياسية التي أفرزت الحكومات المتعاقبة، بالنظر دكتور إلى الدور الإيراني، ما علاقة إيران بالمشروع الأمريكي؟ تخادم المشروعين الإيراني والأمريكي تم قبل الاحتلال، قبل احتلال العراق، وهذا ليس تخمينا ولا ادعاء، وإنما هذا باعتراف الجهتين. هذا التخادم رغم ما هنالك ربما بعض الاختلاف في بعض الملفات خارج العراق أو في بعض الجزئيات القليلة، إلا أنه بالجملة من حيث العموم هنالك تخادم كبير واتفاق على الأمر، وهنالك تقاسم للمصالح في هذين الاحتلالين. ولذلك رأينا يعني تصديقا لهذا الكلام، رأينا أن الطائرات الأمريكية تحمي الميليشيات الإيرانية على الأرض وتمهد لها الطريق في حروبها التي أبيدت بها مدن كبيرة جدا. ورأينا هذا الاحتلال الأمريكي الذي ربما في الإعلام أحيانا ينتقد إيران، رأيناه أن هنالك تنسيقا على أعلى المستويات فيما يتعلق بالعراق، وحماية للوجود الإيراني نعم. في العراق وحماية لجميع أتباعه. عبر سكايب من اسطنبول مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لك.